ويؤكد القادة في بيانهم أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفق حل الدولتين هو سبيل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة. كذلك يتناول الإعلان المواقف العربية إزاء أزمات عربية عديدة. وقد قرر القادة اعتماد المبادرات التي قدمتها مملكة البحرين وهي كالتالي: أولاً، إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وفقا لقرارات الشرعية الدولية للعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل. ثانيا، توجيه وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية دول العالم لحثهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين، على أن يتم التشاور بين وزراء الخارجية حول كيفية هذا التحرك وإفادة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك دعما للمساعي العربية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة، وتكثيف الجهود العربية مع جميع أعضاء مجلس الأمن لتحقيق هذا الاعتراف. ثالثا، توفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة ممن حرموا من حقهم في التعليم النظامي بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية وتداعيات النزوح واللجوء والهجرة، بالتعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلم والتربية اليونسكو في مملكة البحرين ومملكة البحرين. رابعا، تحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة وتطوير صناعة الدواء واللقاحات في الدول العربية وضمان توفر الدواء والعلاج بالتعاون والتنسيق المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية ومملكة البحرين. خامساً وأخيراً، تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي من أجل توفير بيئة ملائمة لتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. هذا هو موجز إعلان البحرين الذي يبلغ 8 صفحات ويعالج كل القضايا. شكرا جلالة الملك.